السلام عليكم، ايه الاخبار؟ عامل ايه؟ ربكم بخير. ان شاء الله الفيديو ده هنعمل اصاين لل 3D موديل للبوردة اللي احنا عملناها السيشن اللي فات، اللي هي كانت تي سي ار تي 5000 بورد. احنا عملناها مع بعض في السيشن التالت. هنفتح الاول كده التصميم، ده شكل البوردة اللي كنا عملناها. نعمل ده بزنس، تمام. لو احنا جينا كده نشوف الشكل بعد ما تصنع ده التصميم اهو، ممكن اغير لون السولدر ماسك مثلا، خليه بلو ولا اوكي، تمام. لون السولستريت اللي هو الكبر كلر مثلا، خليه الدرجة دي او اي درجة تانية اللي هي درجات الجري كده، تمام. اقول اوكي. لو انا جيت اعمل هنا بوش تو فيوجن او فيوجن تكنستين كده، وانا جيت اقول له بوش تو فيوجن، انت اول مرة مش تبقى ظاهر معاك بالشكل ده، فانا اقول له بوش تو فيوجن. هنا هلاقي ايه؟ انا عندي عشان انا اعمل اساين 3 دي باكج لكل المكونات فموجود. طبيعي ان انت مش هتلاقي هنا، هتلاقي علامة صفراء وفي مشاكل. خلينا نرجع كده للسكيماتيك ده، بالمناسبة مش اللاب بتاعي عشان الناس برضه تبقى عارفة، لأن أنا كان عندي مشكلة في آخر سيشن. دي المكونات اللي أنا مستخدمها دلوقتي سي ار تي 5000، فأنا محتاج دلوقتي أعمل أساين 3 دي باكج لل سي ار تي 5000 والمقاومات ال اس ام دي دي، تمام. فهاجي على الكنترول بانل الخاصة بالبرنامج من لايبراريز. المفروض إن أنا كنت ضايف اللايبراري اللي اسمها ايه؟ كيو اف دي تقريبا. خلينا نجيبها كده تاني، يعني كنت حاطها هنا libraries qfmd، ناخدها كوبي وراها الدوكيمنتس على ايجل libraries واضيفها، اقول له بيست. لو انا رجعت للبرنامج وجيت هنا كده لقيت library اهي، هعمل لها يوز من هنا، نضغط على النقطة دي واعمل دبل كليك، هيفتح لي اللايبرري. هلاقي ان اللايبرري دي ملهاش اي 3 دي باكجز هنا، يعني لو انا اتنقلت على المكونات كلها مفيش اي 3 دي باكج. هاجي على اللايبرري واعمل كرييت مانجد لايبرري، كرييت مانجد لايبرري تاني اهي، بيقول لي المانجد فولدر بتاعك اللي هو مربوط باللايبرري دوت اي او اللي هو هيبقى اسمه عماد الزرقاني. اقول له ماشي اوكي كرييت. اعمل لودينج شوية، يربطها بالاكونت بتاعك الاونلاين، لازم يكون في نت عشان تعمل العملية دي، تمام. بعد كده هتبدأ تضيف ال 3D باكج هنا. طب انا المفروض يبقى معايا ال 3D باكج بتاع تي سي ار تي 5000 او اي مكون انا محتاج اضيفه. في عندك اوبشنين، في كذا اوبشن، انت ممكن تيجي على جراب كاد، تمام، وتيجي من هنا الكوميونتي، تختار لايبراري من الكوميونتي، سيرش على ال تي سي ار تي 5000، انزل كده تحت، في عندك الشكل ده وفي ده، تمام. بس الأقلام ده ممكن يكون مش ستيب فايل، ممكن تبقى صورة بس. خلينا نشوف ده وده، نشوف ده مثلا، ادي شكل وادي شكل تاني شكل تالت وهكذا. طيب خلينا ننزل تحت، هتلاقي فيه ايه؟ صورة ستيب فايل او اس تي بي، دي اللي انت محتاجها، ده الفايل اللي هو اس تي بي ده اللي انت بترفعه في البرنامج، وفي صورة بي ان جي بعد ما عملها ريندر مثلا، وفايل تاني باختصار اي جي اس، ده اللي انت هتحتاجه. ممكن تختار ده لوحده وتعمل له داونلود فايل كده لوحده، بس طبعا هتحتاج تعمل ايه؟ تسجيل دخول. انا عشان ده مش لابس، مش مسجل دخول، مش عارف احمله دلوقتي، تمام. بس انا محمله قبل كده وضيفه على الاكونت بتاعي، فانت هتعمل العمليه دي، هتسجله دخول وتجيبوه، او تيجي على سناب، سناب اي دي ايه،
نفس الكلام ممكن تيجي هنا بقى المرة دي تدور على ايه 1206 اللي هي الريزيستور. تمام ادي الريزيستور اهي، اكتب لك هنا الباكج 1206 وهنا في 3D موديل افيلابل وفي الفوت برنت افيلابل وفي السيمبل افيلابل. فانا خلينا نضغط على 3D موديل. بيقول لك ده الشكل بتاعها في الاسكيماتيك، ده الشكل في اللي اوت، وده 3D موديل. ماشي هنا بيقول لك مفيش 3D موديل فانت ممكن تطلبه. طيب احنا نقول له ان احنا مش عاوزين نطلبه، خلينا نرجع تاني نشوف اي واحدة تانية موجود لها 3D موديل. اي واحدة فيه هنا برضو ايه 1206 هي اللي هي 3D موديل. نفس الكلام ماشي. ممكن ما تلاقيهوش عاد على سناب اي دي اي، انت ممكن برضو تيجي هنا نفس الكلام اكتب كده ريزيستور 1206 تمام. ممكن تختار بقى اي موديل من دول كده، بس يكون في اهم حاجة الايه ستيب فايل. الشخص ده هتلاقي عنده مكونات كتير جدا، عامل 3D موديل لكل حاجة. خلينا نختار اللايبرري دي، تلاقي هنا مثلا ده بأحجام مختلفة بقى ونسميها. يعني احنا ننزل تحت كده، هنا دي مثلا 1206 ستيب فايل اهو، وده ستيب فايل تاني. انت ممكن تستخدم اي واحد من دول برضو، تعمل له ايه داونلود وهعرفك ازاي تضيفه بعد الوقت. انت مثلا عملت داونلود فايل وسجلت دخول وحملت الستيب فايل، هنرجع للبرنامج هنا دلوقتي اللايبراري خلصت اهي، بعد ما تعمل لها كريت مانجر لايبراري، ضاف لي 3D باكج لكل حاجة قدامه. تمام انا اللي يهمني ايه السي ار تي 5000، قال لي الفوت برنت بتاعه اسمه 5000 و3 دي موديل اسمه برضو ايه 5000، بس ظاهر لي سوليد بلوك كده. انا محتاج اغير السوليد بلوك ده، اضغط دبل كليك يفتح لي الباكج جنريتور. لو انت اول يعني انت مثلا حملت الموديل وعايز ترفعه، بتروح جاي هنا عامل ابلود تمام، وتختار الستيب فايل من المكان اللي هو فيه وتبدا تظبطه زي ما انا هعمل دلوقتي. طيب انا رفعته قبل كده مره مش عايز ارفعه تاني، فهجيب من اد موجود اهو سي ار تي 5000، تمام ده شكل الموديل، بس هو مش متظبط ايه على الفوت برنت بتاعتي اللي هي موجودة هنا دي. فأنا هبدأ أسحبه كده هنا وألف ده، ممكن أجي هنا أخليها 90 على طول تمام، خلي دي سالب 90 يبقى 90 تمام. كده ظبطت ايه الثري دي موديل. أبدأ أحرك كده، بص هو بيعمل زي ماجنت، يعني هو بيمسك المكون يظبطه على الايه الابعاد بتاعته كده. الشكل بتاعه يبقى مظبوط اهو، اقول له اوكي، يقول لي كرييت ان ايجل يس ديسكريبشن يعني بتاعه، هيغير لي كده هنا ده اتغير بقى بالشكل الجديد اللي انا عملت له اساين. اعمل سيف تمام واقفل دي وارجع تاني للبرنامج. طيب انا دلوقتي عدلت واللايبراري القديمه ما كانش فيها 3D باكج، هاجي من هنا لايبراري واعمل ابديت تمام. هو دلوقتي بيعمل لودنج لللايبراريز كلها. انزل على اللايبراري اللي انا محتاجها،
دي كان اسمها كيو. هلاقي عندي هنا اللايبراري القديمة وفي اللايبراري الجديدة اللي هي مكتوب جنبها ايه بلس اديتس، يعني اتعمل تعديلات عليها. انا اقول له ابديت، تمام كده. اي لايبراري هنا كنت منزل منها بنفس الاسم اللي فات ده هيعمل لها ابديت. فيه لي ايه المقاومات، والمقاومات دي كانت من اللايبراري اسمها ايه سبارك فان ريزيستور. هرجع نفس الكلام على كنترول بانل، اعمل افتح بقى المره دي المانجد لايبراريز ده انا كنت محملها، واجي على سبارك فان من هنا اهي سبارك فان الكترونكس دور سبارك فان ريزيستورز، تمام. واضغط على دبل كليك، يهمني هنا ايه انا بستخدم من الجينيريك لايبراري من ريزيستور كده وال 1206 والموديل بتاعه، حطيت لي برضو ايه سوليد بلوك. اضغط عليه دبل كليك، افتح لي الباكج جنريتور نفس الكلام هاجي هنا اعمل فورك اند ريبليس، يعني اشيل ده واحط موديل جديد يعمل ريبليسنج. افتح لي نفس الباكج جنريتور اللي انا كنت شايفه قبل كده. لو انت برضو زي ما قلت هتعمل ابلود للاستيف فايل اول مره، لو انت كنت ضايفه قبل كده هتيجي من الاد. انا مثلا اقول له 12 0 6، تمام. اختار اي واحد من دول، انا ضايف مثلا لايبرري، كنت ضايف ال 3 دي موديل ده كذا مره قبل كده، تمام. اهو هو ظبطه لي على الباد لوحده. لو مش متظبط ممكن اضغط عليه كده اسحبه زي ما انا عاوز، ممكن تحركه زي ما انت عايز، تمام. ارجع دي كده 0 تاني، هو متظبط على البدات اوتوماتيك لوحده اهو. واقول له اوكي، نفس الكلام الديسكريبشن اوكي، تمام. 3 دي باكج هنا اتغير اهو جالي بالشكل ده، هعمل سيف. اقول له ماشي سيفها لي في اللايبريز مفيش مشكله، واقفل بقى ده. هرجع هنا في اللايبريز جالي ايه الموديل اهو، هرجع اعمل له يوز بس او اللايبرري اعمل لها يوز، تمام كده نزلت. ارجع للبرنامج المقاومات اللي انا كنت مستخدمها، هاجي تاني اللايبراري واعمل ابديت، هنزل تحت على سبارك فان ريزيستور، سبارك فان ريزيستور. هلاقي واحدة دي خاصة باللايبرري وفي واحدة تانية خاصة بالايه اليوزر اللي انا لسه مكريتها دلوقتي سي يوزرز، وهيجيب لك اسم اللي انت البتاع ده الجهاز بتاعك يعني، تمام. فانا هختار دي واقول له ابديت. اي مقاومه كانت هنا من اللايبراري دي هيعمل لها ابديت 3 دي باكج بتاعها اوتوماتيك، تمام. ارجع للشكل بتاعي ده، اختار فيوجن 360 واعمل بوش تو فيوجن كده. كل المقاومات قدامها 3 دي باكج اهو، تمام. واقول له بوش كده، هيبعت لي البورده دي او التصميم ده على فيوجن، تمام. Hello, your board has been successfully pushed to fusion. اقول له اوكي، اقفل ده، اروح افتح فيوجن، تمام. وليكن مثلا اعمل له بوش في اللي هي الادمن. انا مثلا الناس لما بتفتح بقى عندهم 3 حاجات اللي هو الادمن بروجكت والديفولت بروجكت وفي حاجه اسمها الاسيتس. فانا مثلا انا عامل بوش في الادمن بروجكت دي باسم تي سي ار تي 5000 كان لونها ازرق، فانا مثلا اهو جالي البورده تي سي ار تي 5000 واللون بتاعها ازرق لان انا عامل بوش كذا مره قبل كده، فانا اختار مثلا ايه اللي لونها ازرق دي، اعمل دبل كليك عليها تبدا تعمل لي لودنج هنا.
تمام. ده شكل البوردة 3D بتاعك. ممكن بقى أعدلها زي ما أنا عاوز كده، لف زي ما أنا عاوز، تمام زي ما أنت عاوز بقى. يعني أنت معاك مثلا عايز تلف كده لف كده، عايز تستخدم الأشكال اللي فوق دي، أنت مثلا تستخدم ده يبقى كجايد ليك كده. زي ما انت عاوز بقى، تمام. محتاج تعمل ريندر مثلا او تطلع دي كصورة، ده صورة رياليستيك. ممكن تيجي هنا كده بدل 3D PCB تختار ريندر، تمام. يقول لك ده شكل البوردة ولا عايز تعدل فيها. ممكن تيجي مثلا من الاوربت دي تلفها كده شوية، تخليها كده زي ما انت عاوز، تمام. ممكن تلف كده، طلع بالشكل ده مثلا، اعمل زوم، تمام. بقول له عايز اعمل بقى ريندر من هنا اهي، يبقى قدامك اوبشنين: كلاود ريندر، ده هيرندر اونلاين، لوكال ريندر، ده بيرندر على الجهاز، تمام. فاحنا هنعمل الاثنين. هقول له مثلا خلينا على اللوكال ريندر، نخليه اللي هو اقصى يعني افضل ريندر يقدر يعمله. هقول له ريندر، تمام. ده اللي هو ايه، نون كلاود اهو، عامل لي علامة كلاود وعليها شرطة، هو دلوقتي بيرندر على الايه، على اللوكال ديفايس او على الجهاز بتاعه. حتى لو جهازك مش يعني امكانياته ما تسمحش يعمل ريندر، ما تعملش ريندر عليه. انا يعني جهازي ما اقدرش اعمل ريندر عليه، تمام. الاوبشن الثاني، لو انت جهازك زي ما قلت مش هتعرف تعمل ريندر عليه، ممكن تيجي هنا ريندر واقول له كلاود ريندر، تمام، وخليني فاينل بحيث يطلع لك افضل جودة، واقول له هنا ريندر، تمام. هيبدأ يعمل لي ريندر كده. بقى ظاهر لي ايه، ان في نسختين بتعمل لهم ريندر، دي على الكلاود ودي على الجهاز. فنشوف مثلا هنا على الجهاز، ده بقى معتمد اكتر على الجرافيك كارد او كارت الشاشة. هنا مثلا بيعمل ريندر كده براحته، على ما يخلص ريندر براحته. انا هعمل كده زي هوقف التسجيل بس على ما يخلص ريندر كده. الريندر بقاله 7 دقايق، تمام. طيب يا شباب، دلوقتي كده الجهاز خلص ريندر، تمام. دي شكل الصورة اللي اتعمل لها ريندر لوكال، ودي الصورة التانية اللي اتعمل لها ريندر على الكلاود، تمام. مش تحس في فرق كبير اوي بين الاتنين، يعني لان الجرافيك كارد كويس، تمام. بس كده كنا وصلنا لنهاية الفيديو. أتمنى تكونوا استفدتوا من الجزء ده. الحاجة التانية، لو انتوا بقى لو أبديت ممكن يتعمل، يعني تحطوا بقى فتحات التثبيت بتاعة المسامير، ممكن تقللوا البوردة شوية. يعني لو احنا جينا نقفل ده كده، أزري لك الإيه، ممكن المقاومات مثلا بدل ما محطوطة هنا، ممكن تقرب المقاومات هنا كده، تمام، وتصغر حجم البوردة خالص. هنا يعني دي مقاومات SMD، خليها هنا كده، دي نفس الكلام، تنقل دي تجيبها هنا، تنقل دي تجيبها هنا، تنقل دي تجيبها هنا، وهكذا هتصغر معاكم حجم البوردة، تمام. نفس الكلام هتيجوا بقى تكتبوا الفاليوز هنا، بس انا عشان عملت ابديت لللايبراري غير لي الايه الفاليو وشالها، فرجعها للديفولت يعني.
دي اللي بتبقى ظاهره لكم، والسنسورات بيبقى وشها للارض. ممكن تضيفوا الليدات هنا مع بقى اللي هو الايه الجزء التاني اللي احنا هنضيفه ان شاء الله. ممكن تضيفوا الليدات مع انالوج تو ديجيتال كونفرتر، وممكن تكتبوا هنا توزيعة البنات تاني، يعني هنا مثلا الجراوند او هنا الخمسة فولت، ده الجراوند ايه زيرو ايه واحد ايه اتنين ايه تلاتة ايه اربعة ايه خمسة، لان ده اللي انا هبقى شايفه من فوق، الباقي هيبقى وشه للارض، فاكيد مش هقلب الروبوت عشان اقعد اشوف ترتيب البنات من تحت. تمام، وكده كنا وصلنا لنهاية الفيديو. شكرا.